مشاهدينا الكرام، للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الأديبة والإعلامية العراقية سيدة ذكرى محمد نادر. أهلا بك سيدة ذكرى. بداية، يعني جاء الاحتلال الأمريكي للعراق وجاء بتجار الآثار والمافيات وهذه العصابات المختصة بسرقة هذا البلد من آثاره وإفراغه من محتواه الثقافي. ما مدى انعكاس هذا الموضوع على الواقع الثقافي العراقي بشكل عام؟ مساء الخير لك مساء النور. ولمشاهديك الأفاضل، وشكرا لكم لأنكم تفتحون غواليق ملف مسكوت عنا بالحقيقة، يراد له أن يطمس وأن تمحى آثاره. ربما لا أتفق مع الذين يقولون ويطلقون على عملية الغزو الأمريكي أنه قام هذا الغزو بارتكاب أخطاء أمريكية فادحة بالعراق. أنا ممن يظنون أن كل خطوة قامت بها قوات الغزو الأمريكي جاءت ضمن سياق خطة مدروسة ومتسلسلة تندرج في عملية ذات أبعاد أكبر وأشد ضرر، يعني أنا أسميها عملية محو الهوية العراقية. بضمنها تقع مسألة سرقة الآثار. يعني إذا سمحت لي أعود بك وبالمشاهدين بالذاكرة، أعود بالذاكرة إلى يوم 8 نيسان من عام 2003، عندما قصفت الدبابات الأمريكية بوابة المتحف العراقي في يوم 8 نيسان بالضبط، فتحت الأبواب، أبواب المتحف العراقي أمام اللصوص، واستمرت عملية السرقة لمدة 3 أيام مستمرة بلا توقف. في وقتها أتذكر الأستاذ مدير المتحف العراقي الأستاذ جورج دوني الذي كتب شهادته بهذا الخصوص، وقال إنه ذهب متوسلا للجنود الأمريكان وقوات الغزو في ذلك الوقت يطلب منهم المساعدة في السيطرة على عمليات النهب، إلا إنه قال إن كل توسلاته ذهبت يعني هباء لأنهم لم يعيروه أي انتباه. طيب سيدة ذكرى إذا سمحت لي، يعني أثار الآن سرقت، آلاف القطع الأثرية اختفت، هناك ما هو معلوم المصير وهناك معلوم الوجهة، وهناك ما هو مجهول المكان والمصير، ولكن ما مصير هذه القطع؟ هل ستعود في يوم من الأيام؟ هل هناك وسيلة لإعادة الآثار العراقية والتراث العراقي وتاريخ هذه الحضارة إلى هذا البلد مرة أخرى؟ هذه مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مجتمع عالمي، مجتمع دولي، حكومات ومنظمات أممية، وأيضا مسؤولية كل فرد من أفراد العراق، لأنه ما يحدث الآن هو سرقة لتاريخهم الحضاري، الإرث الحضاري الإنساني العراقي سرق أمام أعينهم، فلذلك هذه مسؤولية كل فرد منا، وأيضا مسؤولية كبيرة تقع على منظمة اليونسكو العالمية لأنها أيضا مسؤولة بشكل مباشر عن الحفاظ على الهوية التراثية والحضارية العراقية. واسمح لي هنا أن أستثني الحكومات السابقة والحكومة الحالية من هذه المسؤولية، لأنهم ضمنا يقعون ضمن العصابات التي سرقت العراق، هم أيضا ساهموا بشكل أو بآخر في تهريب. تقصدين الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال دكتورة؟ نعم بالتأكيد الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال. دعني أسألك سؤال واحد، كيف يمكن لآثار التراث، ما يسمى بالتراث اليهودي العراقي، كيف يمكن لها أن تصل إلى الكيان الصهيوني ويقوم الكيان الصهيوني بعمل احتفالية سماها بعودة التراث اليهودي؟ السيدة ذكرى محمد نادر الأديبة والإعلامية العراقية كنت معنا عبر الهاتف من جنيف، أنا أشكرك شكرا جزيلا.